يا بينجو، إنه متجر مليء بالجيتارات. ساحر، هذا المكان رائع يا بادي، لكن كيف سنصل لصاحب الجيتار؟ هنا يأتي دور كيبو. كيبو؟ اسمعا، صوت تلك الأوتار ما أجمله. رحلة آمنة صديقي. هذه هي كيبو. صديقي العزيز، لم أرك منذ ذلك العرض في الغرب. تسرني رؤيتك مجددا. أساعد مالكي في إعداد هذه الجيتارات للشحن. ماذا تفعل أنت هنا؟ بينجو ورولي بحاجة إليك. إذا كان هناك من سيعرف من فقد هذا الجيتار فهو أنت. عايشت كيبو الجيتارات مدة طويلة، فهي تستطيع معرفة صاحب الجيتار بمجرد عزفه. ماذا أقول؟ أحب الجيتارات. كل جيتار في الدنيا فريد بشكل ما، يصدر صوتا مميزا عن الآخر، ولكنني أفرقها عن بعضها من النبرة ليساعد في أن تعود لملاكها. صوت غريب، صوت رفيع، عزف بطيء، عزف مذهل سريع، يصدر بعضها صوتا هادئا. لكل جيتار في هذا الكون صوت مميز. لقد سافرت حول العالم وضبطت ملايين الأوتار، رأيت طرق عزف كثيرة، أولاد وبنات، لكن في كل أصفاري تعلمت أهم شيء. لكل جيتار في هذا الكون صوت مميز. صوت غالي، صوت رفيع، عزف بطيء، عزف مذهل سريع، يصدر بعضها صوتا هادئا. لكل جيتار في هذا الكون صوت مميز. لكل جيتار في هذا الكون صوت مميز. قلت إننا في المكان الصحيح. تسمح لي؟ أعرف هذا الصوت في أي مكان، فهذا الجيتار ملك لريمبلين رودز ولا أحد غيره. ريمبلين رودز؟ من ريمبلين رودز أند سو أند سولز؟ سيشاهده بوب وهو يعزف الجيتار. إذا لم نأخذ الجيتار له، لن يكون لديه جيتار، وإذا لم يكن لديه جيتار، فلن يكون هناك حفل. إذا فالأفضل أن تذهب. شكراً بادي، شكراً كيبو، تعلمت الكثير اليوم. هيا نعيد هذا الجيتار لمالكه. حسناً بينجو، هيا يا جيتار. هاي، أين ذهب؟ أظن أنه شحن بالخطأ مع باقي الجيتارات. وراء الشاحنة يا رولي. حظاً طيباً. سيضعون الجيتارات على الطائرة.